تذكر بأنها اعتمرت قبل 3 سنوات، ولكن تقول أثناء الطواف والسعي كانت مغطية لوجهها، وذلك تقول لحيائها، مع علمي بأنه لا يجوز تغطية الوجه أثناء العمرة، فما هو رأي فضيلتكم وهل عليها شيء يا شيخ؟ هذه المرأة أصابت في الواقع، أصابت الحق في كونها قد غطت وجهها في الطواف والسعي، لأن حولها رجال ليسوا من محارمها، فيجب عليها أن تغطي وجهها، فهي مصيبة فيما فعلت. المحرمة يحرم عليها النقاب، وأما تغطية الوجه فإنها واجبة، يعني تغطية الوجه إذا كان حولها رجال من غير محارمها، وإن لم يكن حولها رجال من غير محارمها فكشف الوجه أولى. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرجال إذا مروا منهن قريبا سدرت إحداهن خمارها على وجهها. نعم.